السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. استخارتنا قويه جدا جدا للمجموعه رقم واحد ومجموعه رقم اتنين. معانا اصحاب المجموعه رقم واحد لون الشمعه بتاعتكم الحمراء، اصحاب المجموعه رقم اتنين اصحاب الشمعه البيضاء. طيب تاريخ الفيديو بتاعكم 19 يونيو 19 6، ده تاريخ الفيديو بتاعكم. التاريخ بس علشان المصداقية، اما القراءة عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين. طيب اصحاب المجموعة رقم واحد هم حرف الالف، الباء، التاء، الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد. اصحاب المجموعة رقم واحد اللون الاحمر. طيب هنركن المجموعة رقم اتنين على جنب دلوقتي ونشوف المجموعة رقم واحد اصحاب الشمعة الحمراء. انزلوا باللايك الجميل والتعليق الحلو اللي بتصلوا بيه على الحبيب، ونشوف مع بعض قراءتنا هيكون فيها ايه، ونقول بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة ابراهيم، سورة ابراهيم هي اللي طلعت لكم يا اصحاب مجموعة رقم واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ده بيدل على تغيير الحال، بيدل على الخروج من ظلم، خروج من كسرة قلب، او انتوا حاليا في مشقة، حاليا في تعب، حاليا في ضغوط نفسية. اول حاجة انتوا الفترة اللي جاية عندكم نور، والنور ده حلو جدا جدا جدا، هيفرحكم، هيسعدكم، هيخرجكم لطريق امان. فانتوا لو حاليا في ظلم من الناس، ولا حاليا في وجع مالي حياتكم، امور مضايقاكم، امور تعباكم، امور خانقاكم، انتوا الفترة اللي جاية في تحسين حلو جدا، وبإذن الله بفضل ربنا سبحانه والله وتعالى في خروج من هم او من مشكلة لطريق نور. فانتوا خلاص العذاب اللي انتوا فيه حاليا هيتبدل لنور، علشان انتوا تستحقوا ان انتوا تكونوا في مكان غير المكان اللي انتوا فيه حاليا. كمان انتوا عندكم حاجة مش عاجباكم، عندكم حاجة بتحاولوا تغيروها. اصحاب المجموعة الاولى عندكم تميز حلو جدا جدا بفضل ربنا، لان انتوا في حاجة عمالين تخططوا لها، في حاجة شغلين بالكم بيها، في حاجة عايزين تعملوا اي حاجة لتوصلوا للحلم بتاعكم. ممكن البعض منكم عنده كذا حاجة مختلفة معاه، يعني انتوا عندكم حرف الالف وحرف اللام وحرف الواو وحرف الراء وحرف النور. الحد ده او الناس دي او الحروف دي في ظلم واقع عليكم منها، حرف الالف واللام والنون والواو والراء، ظلم، مشاكل، ضغوط واقع عليكم من الحروف دي. فان شاء الله باذن الله عندكم شكر لربنا، لان انتوا هتاخدوا حقكم من الناس اللي ظلمتكم وكسر قلبكم. عندكم حد توفى، الحد اللي توفى ده كان عزيز على قلبكم، انتوا خلاص قفلتوا بيبان ناس كتيرة جدا، او قفلتوا باب معين. انتوا اخدين صدمة كبيرة من حد مقرب ليكم، او من حد طال انتظاره، يعني حد كده كان عزيز على ايه، على عليكم، خدتوا صدمة فيه وما توقعتوش ان الصدمة دي تكون بالطريقة دي، خذلكم بمعنى اصح، وانتوا قررتوا ان انتوا تعيشوا حياتكم. في هنا حاجة مع أبراج هوائية، ممكن يكون برج جوزاء، برج الدلو، برج الميزان، في علاقة بينكم، أو قررتوا إن أنتوا تنفصلوا، أو في مشاكل نفور بينكم، أو أنتوا أصلا في علاقة بقالكم مدة وفي نفور، أنتوا مفيش علاقة بتكمل عندكم، وده بسبب إن أنتوا مضغوطين. كمان أنتوا هنا في مقابلة شغل، او عندكم سؤال بيخص الشغل، عندكم حاجة تخص شغلكم هيبقى فيها خير بإذن الله، بس خلي بالكم انه في مجال شغلكم في ناس حقودة وبتحقد عليكم. كمان انتوا هنا ربنا هينصركم من اذى كبير جدا كان هيتحط عليكم من ناس مقربة، ناس معينة، في ناس لابسة وش الملائكة بس هم مش كويسين وبيأذوا فيكم من ورا ظهركم. كمان انتوا
التدبيرة او الاذى اللي بيحاولوا يدبره لكم ده انتوا مش هتقعوا فيه، انتوا عايزين يشمتوا فيكم باي طريقة، بس ربنا مش هيوقع فيكم شماتة. والعلاقة السامة اللي بينكم ما بين ابراج ترابية هتطلعوهم من حياتكم وهتطردوهم بره، علشان هتحسوا بالاذى والظلم. كمان انتوا هنا بتعيشوا توقيت حديث صعب، او بتعيشوا مشكلة سلبية في حياتكم، فعشان كده انتوا عمركم ما هتقعوا. كمان في حاجة انتوا خايفين منها او حاجة مضايقاكم، بس انتوا مشكلتكم ان انتوا اول ما بتطلعوا من المشكلة بتدخلوا نفسكم مش في مشاكل تاني. يا ريت تقفوا شوية وتهدوا اعصابكم، وانتوا محتاجين الراحة لنفسكم. كمان في هنا يعني خروج حد من حياتكم كان بيأذيكم، الحد ده هيخرج وانتوا هتطردوه من حياتكم علشان هتحس ان هو ظلم. في حد مريض عندكم، او انتوا تعبانين نفسيا، او في حد مريض عندكم، بإذن الله الفترة اللي جاية دي ربنا هيشفيه. شخص خاين دمركم، حسدكم، الشخص ده كان في علاقة تانية اصلا وكان بيستغلكم، وانت عرفتوه وقررتوا ان انتوا تنفصلوا عنه، لان انتوا حسيتوا بالتعب وحسيتوا بالخذلان من ناحيته. كمان انتوا خدتوا درس مستحيل تنسوه الفترة دي، مش عارفة درس الخيانة ولا درس ايه بالظبط، بس في درس انتوا حاطينه قاعدة قدامكم وخلاص قررتوا ان انتوا خلاص ترحلوا. وعشان كده فعلا البعض منكم بيفكر ان هو يرحل، طيبة قلبكم هي اللي موقعاكم في المشاكل. عندكم حد بينم عليكم، الحد ده مقرب ليكم. انتوا عندكم الشريك في طرف تالت، الشريك عنده علاقة تانية، مع عنده علاقة تانية، عنده اولاد الله اعلم، بس الشريك عندكم في طرف تاني، والطر هو يعني هو مش بيحب الطرف تاني، هو بيحاول يستغلكم. يا ريت تخلوا بالكم من النقطة دي، عشان انتوا عندكم استغلال في مال او استغلال في ماديات معينة، فيا ريت تركزوا من طاقتكم وبلاش تهملوا في الطاقة بتاعتكم علشان طاقتكم راحت. عندكم جزء من ظلامكم، جزء من حياتكم. في بنت عندكم هيبقى هيتم جوازها، او في حد عندكم هيتجوز الفترة دي، حد هيبشركم بالخير بإذن الله، وهيبقى في طاقة تانية خالص مختلفة، وهتفرحوا قوي بالأخبار السارة. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا ضغوط، الضغوط اللي عليكم دي هتبقى وراها انفراجة حلوة، وهتبقى وراها يعني كذا حاجة انتوا هتجددوا من نفسكم فيها. لازم تبعدوا عن العيون يعني ما تركزوش ورا العيون اللي عليكم. في ذكرى، الذكرى دي ما زالت موجودة بينكم ما بين والد او والدة، بينكم ما بين حد من دمكم ولحمكم. كل ما تفتكروها بتضحكوا، بتفتكروا ايام حلوة. طيب مين الشخص او مين الست او مين الحد اللي كان موجود في حياتكم لأذاكم؟ بس انتوا هنا عندكم مشكلة بتحاولوا تتخلصوا منها، في نية اتجاه حد مش كويسة ليكم، عايز يعني عايز فعلا يكسركم، عايز حد يأذيكم. خلي بالكم الطرف التاني اللي انا حكيت لكم عنه ده عايز يأذيكم بأي طريقة. انتوا اشخاص جمال جدا، بتحبوا تاخدوا حقكم، ما بتحبوش ان انتوا تناموا مجروحين، بس دايما الدنيا جاية عليكم بربط الاحداث اللي عندكم، بتوصلوا لحقكم، بتاخدوا حقكم تالت ومتالت، بس في شوية امور انتوا مش عارفين تتخلصوا منها او تبدأوا بيها ازاي. في حد دايما بيطبطب عليكم، بس انتوا مش لاقيين الراحة خالص، عندكم تكتيفة في الكتف لدرجة ان انتوا ساعات ما بتبقوش حتى لو الحل قدام عينيكم ما بتبقوش عارفين تفكروا ولا عارفين حتى تستجيبوا لأي حاجة، وده بسبب ان انتوا اتخدعتوا اكتر من مرة، وما زال القلب عندكم بينزف رغم ان خلاص خدتوا كل حاجة من الدنيا، بس يعني خدتوا صدمات وضربات وخذلان، بس عندكم انفراجة بخصوص الماديات، وممكن يكون سفر بره.
انتوا ناويين تزودوا الشغل بتاعكم، ناويين تزودوا ساعات عمل، ناويين تشوفوا حياتكم بشكل تاني، ما بقيتوش عايزين حاجة من الحياة، ما عايزين شعور حب ولا عايزين وجع قلب ولا عايزين مشاكل سلبية خالص، بقيتوا مركزين على كل حاجة. البعض منكم عنده رحلة حلوة، عنده طاقة إيجابية، البعض منكم عنده حاجة هيغير جو، هيطلع الله أعلم، بس في شوية كلام هنا هيوصلوا لك، الكلام دول هيدوكم طاقة إيجابية. انتوا هنا خرجتوا ناس من حياتكم كتيرة، الناس اللي خرجتوها من حياتكم دي يعني انتوا اكتشفتوا فعلا ان هما الاشخاص دول ما يصلحوش ان هما يكونوا في حياتكم، فقررتوا ان انتوا تطلعوها خالص. انتوا مشكلتكم ان انتوا مستسلمين جدا من الطاقة السلبية، وشاطرين جدا ان انتوا تسحبوا الطاقة السلبية من الناس، يعني انتوا الناس بتحب تتكلم معاكم، بس انتوا الفترة دي عصبيين ومش مستحملين اي كلمة من حد، عشان خلاص ما بقيتوش انتوا اللي فيكم مكفيكم بمعنى صح، فمش مستنيين حد حتى يتكلم معاكم. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم طريقة للتواصل مع حد، في حد هيتواصل معاكم الفترة اللي جاية وهيبقى فيه أمور حلوة، وكمان انتوا يعني هتبدأوا تاخدوا حقكم أو هتشتغلوا على حقكم. مش هقولكم ان انتوا اعلنتوا حربكم، بس انتوا عايزين تاخدوا حقكم تالت ومتالت من اشخاص موجودين في حياتكم. انتوا كمان عندكم تحرير من علاقة سامة، تحرير من حد بيأذي فيكم، بس في شوية عراقيل عندكم، شوية ضغوط، في حد واقف، يعني انتوا كل ما بتقولوا خلاص احنا هنمشي تلاقي حد بيوقفكم تاني، بس الحساسية عندكم ازياكم، النفسية عندكم محتاجة شوية خروج من المحنة اللي انتوا فيها، خروج من الضيق. انتوا متقلبين المزاج الفترة دي، في تقلب في المزاج ومستسلمين جدا لحاجات كتيرة جدا. اخرجوا، عندكم احساس جميل، احساس حلو، انتوا صادقين جدا في مشاعركم، ما بتعرفوش الكذب ولا النفاق، بس في ناس منافقة فيكم، يعني في ناس منافقة في حياتكم وبتحاول تتلاعب بمشاعركم، تتلاعب بيكم. كمان انتوا هنا بتستعدوا لمواجهة جديدة او بتستعدوا لحاجة جديدة. انتوا مشكلتكم ان انتوا مش حاسين بالامان مع الناس اللي موجودة في حياتكم، مش حاسين ان انتوا يعني الاشخاص دول يستاهلوا وجودكم، حاسين بالضغوط النفسية. اقدر اقول ان انتوا اللي يعني بتحبوا الاكلات البحرية جدا، بتحبوا ان انتوا تغيروا جو، بعض منكم بيحب البحر، بعض منكم بيحب اكلات بحرية الله اعلم، بس بتحبوا تغيروا حاجات كتيرة جدا في حياتكم. شايفين طيبة قلبكم وصفاء قلبكم، عشان كده محسودين. انتوا لما بتحبوا حد بتخافوا عليه قوي، بتخافوا على الشريك، بتخافوا على الشخص اللي معاكم، عندكم غيرة ممكن تقتل الشخص اللي معاكم. كمان انتوا هنا في باب، الباب ده هيكون كنز بالنسبة لكم، مجرد ما هيتفتح هتحسوا قد ايه عوض ربنا ليكم، او هتحسوا قد ايه امور هتتظبط. عندكم حد من برج السرطان او حد برج الجدي، حد من برج الحمل، اذوكم، ظلموكم، وقعوكم في مشاكل، ولحد الان مازالت بتتحاسبنوا، بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا كنا بنتعامل بنية صافية، انتوا اللي اذيتونا. عشان كده انتوا دايما بتقول الحمد لله على كل حال، انتوا اتوجعتوا اوي الفترة دي من ناس كتيرة جدا، وحاسين ان انتوا بتموتوا بالبطيء، بس انتوا ما تعلموش ربنا كاتب لكم ايه. بلاش المجادلة في حاجات سلبية، اطلعوا من اي اللي انتوا فيه ده. انتوا ضحكتكم قريبة، ابتسامتكم خلاص هانت، ان انتوا تفتحوا البيبان اللي مقفولة في وشكم، وان ربنا يسخر لكم الطريق اللي انتوا ماشيين فيه. كمان انتوا في حد كل ما يقدم لكم الخير انتوا مش شايفينه، عندكم حد بيحبكم قوي، حد عايز يتكلم معاكم، حد عايز يفتح معاكم مواضيع، بس مش عارف، خايف، خايف من ردة الفعل، خايف ان انتوا خلاص
اغلب يعني ممكن يكون انتوا حصل عندكم جواز اكتر من مرة، حصل عندكم ارتباط اكتر من مرة، حصل عندكم حاجة في الحياة العاطفية اكتر من مرة، ومفيش اي استكمال ولا في اي امور، وعشان كده كل علاقتكم بتكون سامة مع الشريك، عندكم فتح اسمة جديدة. بس دايما خلوا قوتكم هي سبب نجاحكم، عندكم امور حلوة. البعض منكم انفصل عن الشريك بسبب سحر وبسبب عراقيل او بسبب ضغوط نفسية، بسبب ان انتم مكروهين من الاشخاص، عشان كده يعني انتم مكروهين من ناس معينة، علشان انتم جمال فعلا، ولبسكم شياكتكم اناقتكم حياتكم بمعنى اصح، بس الضغوط اللي مأثرة عليكم دي هتكون فيها طاقات إيجابية وهيكون فيها دعم. كمان انتوا هتعملوا عمل، ناويين تعملوا عمل إنساني الفترة دي، عمل حلو، ناويين تجيبوا هتهدوا لحد هدية مسكين الله أعلم، بس انتوا هتعملوا حاجة حلوة هتكونوا مبسوطين جدا بيها، والألم اللي انتوا شايفينه في حياتكم ده ربنا هيبشركم بيه خير، وهتطلعوا من أي ضغط أو من أي طاقة سلبية مأثرة عليكم. كمان البعض منكم هيبقى في نجاح في تفكير، انتوا النجاح اللي في تفكير ده هيبقى تحسن ليكم بطاقة إيجابية وبفرج. كمان انتوا هتبعدوا عن ست كبيرة، الست الكبيرة دي لابسة نضارة او عندها علامة في وشها، مش هتبعدوها، انتوا هتقطعوا علاقتكم معاها للأبد، وعشان هتحسوا فعلا ان الست دي بتاعت مصلحتها. وكمان هتبدأوا تركزوا على السفر اللي انتوا عايزين تركزوا عليه، علشان انتوا مستنيين سفر. طيب انتوا هنا في شوية متاهات في تفكيركم، شوية متاهات في حاجات انتوا عمالين تفكروا فيها سلبية، اطلعوا من اي طاقة سلبية. انتوا عندكم قبول او عندكم عرض زواج هيتقدم لكم، بس مازال برضو الجرح عندكم، جرح القلب بينزف بسبب الضغوط اللي انتوا عمالين تفكروا فيها. بلاش التفكير في المستقبل بشكل مختلف، بلاش طول الوقت عمالين تفكروا، بلاش طول الوقت عمالين تضغطوا على نفسكم من اجل ناس. في كمان شوية حاجات انتوا بتخافوا منها قوي، في حاجة يعني في حاجة ممكن تكونوا خايفين منها، يعني البعض منكم بيخاف ياخد علاج، البعض منكم ممكن يكون بيخاف حاجة معينة، فانتوا في خوف هنا، بس عندك طاقة ايجابية. كمان عايزة اقول لكم ان انتوا هتاخدوا حقكم من شخص ظلمكم ويتكلم عليكم، انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد، اللهم لا شماتة في حد، بس انتوا فعلا هتاخدوا حقكم، او ربنا بمعنى اصح خلال الايام اللي جاية هيجيب لكم حقكم، وهتعرفوا قد ايه ان عوض ربنا جميل، بس انتوا اللي ما كنتوش صابرين، انتوا اللي كنتوا مأذيين من ناس كتيرة وما زالت موجودة، ما زالت عمالة تتكلم عليكم. كمان انتوا هنا هيكون عندكم علامة، علامة حلوة قوي، وهتحسوا قد ايه ربنا بيحبكم، علشان هيسخر لكم الطريق اللي انتوا ماشيين فيه، والطريق ده هيكون طريق برضو خير. اي نعم هيكون عندكم شوية مواجهات، شوية كلام هتسمعوهم، بس انتوا هتكونوا محاطين جدا، وكمان انتوا عندكم اهتمام بالنفس، وهتحذروا من شوية معاملات في حياتكم، وهتكونوا حراسيين جدا من كل كلمة طالعة من لسانكم، او من كل كلمة حد بيدبرها لكم، او من حاجة معينة. وزي ما قلت لكم انتوا طردتوا الحب من حياتكم، وقلت الحب ده يعني احنا ملناش نصيب فيه، او بمعنى اصح مش عايزينه، فعشان كده هيكون عندكم بشرة حلوة، وعندكم خروج من قلق او من ضيق، والزعل اللي جواكم المتراكم ده فترة وهتعدي، وهتحاولوا دايما تسعدوا نفسكم بنفسكم، ومش هتكونوا مستنيين حاجة من حد، علشان الشخص اللي انتوا مستنيين منه حاجة ده يعني انتوا عشمانين فيه،
بس هو شخص كذاب ومنافق، شخص ما بيحبش ان هو يكون مع حد، فعشان كده انت عندك حظوظ هتتفتح في وشك الفترة اللي جاية، وهيبقى عندك خط حلو، الخط ده هيكون طرف خيط ليك، لا اما من وراه هتكتشف حقيقة، لا اما انت هتكبر دماغك من اشخاص كتيرة جدا. البعض منكم مستني حد يقعد له من ماضي او حد معين يرجع له، حد يكلمه، والله اعلم، بس انت مستني حد. كمان انت هنا فقدت مشاعرك، فقدت ثقتك، فقدت حاجات كتيرة جدا بتضايقك وتخنقك، وعشان كده ما بقتش تهتم زي الاول، لدرجة ان هم بيسألوك بيقولوا لك مالك اتغيرت كده ليه، في ايه، ايه اللي حصل، انت خلاص رميت ورا ظهرك طوبة ناس كتيرة جدا، وعندك توقيع ورقة في النجاح ليك بإذن الله، والورقة دي هتكون طاقة إيجابية ليك، او هيكون دعم على جميع الاصعد بتاعتك، بس ركز على هدفك وركز على ثقتك بنفسك، وارمي ورا ظهرك اي حد ممكن يتكلم عليك او ممكن يأذيك. انت بقالك مدة عمال تعاني، بقالك مدة عمال تيجي على نفسك وعمال تشتغل في ارض بتبحت فيها او بتحفر فيها، وانت نفسيتك تعبانة، انت ما تعلمش ربنا كاتب لك ايه او نويلك على ايه. انتوا عندكم قعدة حلوة، قاعدة فيها صلح مع نفسكم، قاعدة فيها كده طاقة إيجابية، هتكونوا متألقين، هتكونوا واثقين، وهتاخدوا قرار حاسم. الظروف المادية عندكم هتبدأ تتحسن الفترة دي. كمان انتوا دايما مخلصين لشغلكم، لحياتكم، دايما كده في وفاء بينكم وما بين الناس المقربة لقلبكم، وعشان كده دايما ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان الطاقة الإيجابية دي هتبقى جاية لكم بعد الوقف الحالي اللي انتوا مريتوا بيه، عندك حظ حلو وسكة جديدة هتتفتح لك بعد وقف الحالي اللي انت بتعاني منه. كمان اقدر ابشرك بتوازن بينك وما بين حد في علاقة او في موضوع، هتتوازن كده وهتاخد قرار حاسم. عندك تيسير من بعد ما كانت الدنيا متلخبطة معاك. كمان انت هنا في بشرة خير بخروج طرف من حياتك بيتدخل عندك، وكمان انت طالب من حد مبلغ في المال، او في مبلغ عندك هيجي لك الفترة دي وهتاخد حقك تالت وامتلت. كمان انت هنا حاسس حاجة اتجاه شخص معين، في شخص عندك انت بتحبه او هو بيحبك، في كده كلام بينكم، علاقة او في اعجاب، في امر هتسمعه الفترة دي هيفرحك قوي، بس انت عمال تعافر في طريق خطأ، او انت خدت قرار خطأ لحد الان ندمان ان انت خدت القرار ده. كمان انت مستني نقلة بأي طريقة، او مستني خروج من الموضوع اللي انت شايله فوق كتفك او فوق حياتك، انت مش عارف ربنا كاتب لك ايه. ممكن يكون الفترة دي ربنا كاتب لك التغيير اللي انت مستنيه، او الطاقة الايجابية، او الفرح اللي طال انتظاره. انت شغال وعمال تعافر وعمال تبني وعمال تشجع نفسك بنفسك، بس دايما حظك قليل مع الاشخاص اللي في حياتك، دايما عندك حالة ركود. انت الفترة دي لو اديت نفسك راحتك في نومك وبطلت التفكير السلبي، حياتك هتتحسن. عندك واحدة ست بتدعي ان هي بتحبك وعايزة لك صوابعها العشرة شمع، بس انت لو عرفت قد ايه هي حقودة وغلانية من جواها، انت هتزعل على نفسك اكتر ما انت زعلان. زي ما قلت لك، في انجذاب او في اعجاب مع حد حلو. كمان انت الفترة دي لو مكركب او في امور خايف منها، صدقني هيبقى في نجاح عندك. في شخص دايما بيحاول يستفزك وبيحاول يتكلم عليك في حاجات مش موجودة في حياتك، الشخص ده يعني هو اصلا طاقة سلبية. عندك حد من ابراج مائية، الحد من الابراج المائية هيقف معاك وهيحاول يساعدك في حاجات كتيرة جدا، وهيبقى هيوزع عليك طاقة ايجابية باذن الله وهيدعمك. انت بتحاول تنظم وقتك وشغلك ومسؤولياتك الفترة دي،
انت اليومين دول نفسيتك تعبانة وقلقان وما بتنامش كويس، تفكير على طول او حيرة على طول، في كمان تجنب، انت متجنب ناس موجودة في حياتك بسبب الظلم. في حاجات هنا انت شغال عليها، بس الايام دي عندك كام حلم كده قلقك، رغم ان عندك انفراجة حلوة، دايما حزين ومخدور من كل اللي حواليك، رغم ان انت بتتمنى لهم الخير، دايما مش حاسس غير بالظلم والقهر وحاسس بالوحدة، حاسس ان مفيش حد معاك. البعض منكم كمان لاما هو ناوي يعمل عملية لاما عنده حد ناوي يعمل عملية. بلاش تنيب الضمير اللي على الفاضي وعلى المليان، انتوا في حاجات ما بتكونوش عاملينها بس بتأنبوا ضميركم عليها. الحب طردتوه من حياتكم طرده ملهاش رجوع، مش عايزين اي حاجة من ناحية الحب علشان دايما علاقاتكم كانت فاشلة مع الحب. كمان انتوا من الاشخاص اللي بتساكوا في الناس بسرعة، رغم ان انت عندكم ربط احداث شديد، روحانياتكم عالية جدا في ربط الاحداث، بس بتساكوا في الناس بسرعة. وكان في منهم شخص انت وثقتوا فيه وحبيتوه وفضلتوه وقلتوا الشخص ده هيكون مختلف عن كل اللي في حياتنا، محدش جاب لكم الوجع والمشاكل غير اللي انت قلت عليه مستحيل هو يخذلنا. فانتوا هنا بعض منكم بيفكر في الانفصال بسبب سحر بيتجدد له من ناس حقودة وغيرانة، فياريت تاخدوا القرار في وقت حاسم. طيب انتوا هنا زعلانين من حد او في حاجة مزعلاكم شوية من حد، وواقفين وساكتين وكاتمين وخايفين من حاجة كبيرة جدا في حياتكم، رغم ان عندك طاقة ايجابية وهتطلعوا من الدوامة اللي شايلينها على كتفكم فوق زيادة عن اللزوم. كمان انتوا وقع عليكم ظلم من ناس، وهيبقى عندك جزء من ظلمك بإذن الله، وهيشربوا من نفس الكاس. انت ما بتحبش الشماتة في حد، بس هم شمتوا فيك في وقت ما كانش ينفع ان هم يشمتوا فيك فيه. كمان انت هنا بتحترم كل الناس، بس ما لقيتش حد واقف معاك في الشدة بتاعتك، ما لقيتش حد بيساعدك في اي حاجة. نكروا الجميل بتاعك، نكروا اللي انت بتعمله في عملته عشانه. عندك علاقة مع برج الجدي، هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في امور، او انتوا عندكم علاقة مع سوشيال ميديا او حاجة تخص السوشيال ميديا، الله اعلم. طيب انتوا هنا العين عليكم ومأثرة عليكم، والبلوك اللي عندك ده هيتفك، البلوك اللي عندك معمول هيتفك، بس خلوا بالكم ان انتوا طيبين جدا، ومن خلال طيبتكم دي بتوقعوا في خذلان وبتوقعوا في مشاكل، بتوقعوا في مشاكل. عندك كمان ست هنا من المقربين لقلبك، اللي هي من يعني ست مقربة ليك. الست دي غيرانة جواها حقد، يا ريت تخلوا بالكم منها. في كسبان او في قعدة حلوة، لا اما دخول محكمة بالخير او بالطاقة الايجابية، بس انتوا هنا عندكم صداع مستمر او صداع مزمن. الايام اللي جاية دي هيكون في انفراجة حلوة، الانفراجة دي بسم الله ما شاء الله عليك هتكون طاقة ليك وهتبقى قوة وازدهار. مين الست الكبيرة اللي في السن دي عمالة تدعي لك وتقول لك ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب؟ كمان انت عندكم علاقة او مش علاقة، حد تعبان من برج السرطان، حد حزين، حد مخنوق، الله اعلم، وانت واقف معاه او انتوا واقفين معاه. كمان انتوا هنا اتعرضتوا لخيانة او انانية، حد كان اناني، حد كان بيأذيكم، او انتوا دخلتوا في علاقة غامضة والعلاقة دي كانت وجع ليكم، سببت لكم وجع سلبي. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، هنا في انتصار على حد كسر بخاطركم اكتر من مرة، اقدر اقول انه هيبقى خلاص برافو عليكم، قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعملوا حاجات جديدة، وزي ما قلت لكم انتوا قررتوا ان انتوا تشتغلوا، انتوا طالعين السلم، والسلم ده نجاح ليكم وازدهار.
انتوا خلاص هتلقوا نفسكم. قال نعم، انتوا قطعتوا علاقتكم مع شخص بقالكم فترة وما بقيتوش عايزين تسمعوا منه حاجة ومش عايزين تتعاملوا معاه اصلا، او كان في علاقة مع حد نرجسية، علاقة سامة، علاقة كلها سم، علاقة كانت تعباكم خزلاكم تعبتوا منها وقررتوا ان انتوا تبعدوا وتنفصلوا. وزي ما قلت لكم البعض منكم بيفكر في الانفصال او انفصل عن الشريك بسبب اللي عرفه او بسبب انه تعب واستحمل. انتوا حمالين قاسية، بستحملتوا كتير، بس وقت ما بتقولوا خلاص ما بتعرفوش ترجعوا زي الاول في الحاجات دي. طيب مين اللي حد؟ انتوا لا اما انتوا لا اما عندكم حد معاه طفل تعبان. الطفل اللي تعبان ده انتوا زعلانين عليه قوي، او زعلانين على ابنكم بنتكم او لحد من المقربين عندكم. باذن الله هيبقى في طاقه ايجابيه وعندكم خبر حمل، وفي نفس الوقت انتوا في حاجه هتحصل لكم هتطلعكم من اللي انتوا فيه ده. وبكده نكون خلصت المجموعة رقم واحد، ودلوقتي هنشوف مجموعة رقم اتنين، ويا رب تكون خير وطاقة ايجابية برضو زي المجموعة رقم واحد. ونقول بقى بسم الله لمجموعة رقم اتنين. طيب مجموعة رقم اتنين زي ما انتوا شايفين حروفها والشمعة البيضة بتاعتها، دي مجموعة رقم اتنين. نقول بقى بسم الله، ويا رب تطلع لكم صورة جميلة زيكم وتكون طاقة ايجابية وتكون حلوة. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. احنا كده ايه دي صورتكم. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عايزة اقول لكم ان صورتكم طاقة ايجابية، صورتكم فعلا هتحتاج منكم دعم الفترة اللي جاية، لان انتوا عندكم حق. اول حاجة انتوا الفترة اللي جاية عندكم طاقات فراغ او عندكم توبة من عذاب، من هم، من مشكلة، من حاجة طال الانتظار فيها. البعض منكم ناوي على سكة جديدة، البعض منكم ناوي على ان هو يطلع من المكان اللي هو فيه. انتوا عندكم تحديد مصير، تحديد علاقة، تحديد امور، في طاقة اذى او في تعزيز للقلب. انتوا قلبكم حاليا في عذاب، في ظلم من المقربين او من الناس اللي انتوا اكرمتوهم على حياتكم. انتوا الفترة اللي جاية هتاخدوا قرارات ان انتوا ترموا ورا ظهركم الهموم اللي انتوا حاليا شاغلة بالكم. عندكم حضور مناسبة، عندكم حضور مشقات جديدة لحياتكم، بس خلوا بالكم ان انتوا في حد كل ما بتمشوا بتطلعوا منه او بتطلعوه من حياتكم بيرجع لكم، علشان ده عقبة موجودة في حياتكم وانتوا حاليا عايزين تاخدوا حقكم منه، لان انتوا ناويين ومش هترضوا تسيبوا حقكم تاني. كمان هتحمدوا ربنا وهتستغفروا على ذنب بتعملوه وهتقولوا الحمد لله ربنا اكيد هيصلح حالنا. فانتوا ناويين تسيبوا حد، ناويين تمشوا، ناويين تهاجروا من حد، في حد مضايقكم، في حد معصبكم، حرفيا انتوا بتفكروا في الانفصال او البعد او ان انتوا تمشوا عن الشخص اللي تعبكم نفسيا، لان الشخص اللي تعبكم نفسيا باين قوي ان بيستغلكم، باين قوي ان هو بيلعب بيكم، وانتوا طبعا ناويين على الحق. انتوا ما بتقولوش غير الكلام الطيب، ما بتقولوش غير الكلام اللي يكبر بخاطر اللي قدامكم، لان لما بتزعلوا اللي حواليكم انتوا كمان بتزعلوا جدا على زعله، وده طبعا بيدل من كتر طيبة قلبكم. فيا ريت اعصابكم الفترة اللي جاية تكون هادية وتبعدوا عن التوتر والحيرة والخوف اللي مسيطرة عليكم، مخلياكم مش عارفين تتحكموا في اي حاجة في حياتكم. وقلة التحكم في حقكم ده ملازمكم بالضغوط اللي مأثرة على الكوكع بتاعكم كله. اعلنتوا حربكم، اعلنتوا انتصاركم، خلاص عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه ده.
في لا اما في حرب، لا اما في مواجهه، لا اما في حاجه هتعملوها انتوا. دايما خلوا بالكم من نفسكم، بلاش تفضلوا تتنازلوا من اجل الاخرين. انتوا هتوصلوا لحلمكم، بس من كتر ما انتوا بتتنازلوا علشان الاخرين بيسبب لكم وجع دماغ. في مكالمة حلوة جدا جدا في الطريق ليكم، المكالمة دي حد هيكلمها لكم، انتوا مستنيينها اصلا. اعدائكم كانت دايما من المقربين لقلبكم، يعني المقربين ليكم اللي عارفين عنكم اسراركم وعارفين عنكم كل حاجة، هم دول اللي كانوا اعداء ليكم، فخدوا بالكم من النقطة دي. كمان انتوا هنا في ميزة عندكم حلوة جدا، مهما بتشوفوا يعني مهما تشوفوا الناس اللي قدامكم محتاجة بتطلعوها من جيبكم، انتوا ممكن تحرموا نفسكم من الأكل وتساعدوا الناس اللي حواليكم، ميزتكم دي جميلة، عشان كده دايما محسودين. فخلوا بالكم من النقطة دي علشان خاطر انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين حسد ولا ناقصين طمع فيكم. كمان انتوا هنا من الاشخاص اللي دايما فعلا عيونكم مليانة وبترضى بأقل حاجة، يعني انتوا معروفين ان انتوا بترضوا بقليلكم جدا، وعشان كده دايما بيقولوا ايه، انتوا رافعين عيونكم في السماء، بيتكلموا عليكم في كلام سلبي، فارموا ورا ظهركم. فشوفوا انتوا مستنيين ايه واشتغلوا عليه. انتوا عندكم بشرة او سعادة لقلبكم، والعدو اللي عمال يبذل اقصى مجهود علشان يوقعكم، بإذن الله ربكم هو اللي هيوصلكم للحال أفضل. البعض منكم بيشتكي، أو البعض منكم رايح للدكتور عنده وجع أسنان، وجع في المعدة، ألم في الظهر، العظم عندكم خشونة، في شوية وجع، بس بإذن الله هتكون على خير. كمان انتوا هنا حصلت فتنة عندكم، والفتنة دي من صديقة أو من حد مقرب ليكم برضو، كان بيعمل فتنة ونهيتوا علاقتكم بيه أو خرجتوه بره حياتكم. البعض منكم في طرف ثالث بيتدخل بينه وما بين الشريك، بيقول كلام سلبي او عكس ما هو فاكر، فمش حابب الموضوع ده ولا حابب يكون الطاقة السلبية متوزعة بالطريقة دي. رغم ان نفسيتكم فيها طاقة سلبية ونومكم متلخبط، وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي انتوا عندكم عصبية زايدة، بلاش العصبية الزايدة، عشان العصبية دي مسببة لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها. اختموا نفسكم كده بالراحة وصلوا على الحبيب. البعض منكم ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، ناويين على سفر، ناويين ان انتوا خلاص تيسروا اموركم وتدبروا حياتكم بعيدا عن الناس. كمان انتوا بقالكم اكتر من كذا سنة تعبانين ومخنوقين وبتستحملوا وماشيين بما يرضي الله، بس خلاص ما بقيتوش تيجوا على نفسكم في حاجة تانية. علاقتكم نهيتوها مع برج الحوت بسبب الظروف وبسبب المشاكل، وكان في سحر بيتجدد لكم من المقربين من اهل الشريك، وكان دايما في خلافات بينكم من اول من بعد الجواز بمدة معينة. كمان انت عندك هنا حد هيكون سبب نقلتك وهيكون سبب خير ليك بإذن الله. مين الست او مين الحد اللي كان من اهلك اكل حقك في ورث او اكل حقك في مال، اكل حقك وانت زعلت جدا وفوضت امرك لربنا وخلاص. ناويين تعملوا عملية الفترة دي، انتوا ناويين تعملوا عملية، احساسكم عالي والعملية بإذن الله هتنجح. واهدوا بس انتوا كده وهدوا اعصابكم، عندكم نجاح بإذن الله بس في ضغوط. هنا كمان انت مركز على تحقيق هدف طال انتظاره عندك، وبدأت تتغير، بدأت تكتم فرحتك، يعني ما بقتش زي الاول، اتغيرت 180 درجة. يعني لو في حد عايز يأذيك او عايز يتعبك، انت خلاص بقيت كاشف الشخص اللي معاك على حقيقته، وعارف ان الشخص ده مش حابب لك الخير. رغم ان نفسيتك تحت الصفر، ومهما بيحاولوا يأذوا فيك ويتكلموا عليك على جميع الاسر، انت هتكون متفوق عليهم. الضغوط الكتيرة اللي عليك دي نهايتها فراغ.
في هنا صلح في قعدة أو في لقاء، عندك اتنين بيتفقوا دايما لأذاكم، دايما بيعملوكم ذبذبة في طاقة سلبية ومأثرين عليكم في ضغوط، محتاج الاحتواء والحنان، محتاج حد يقف جنبك رغم ان انت مش عايز من كتر اللي انت شفته، بس في طاقة ايجابية عندكم، في مال جايلك، والمال ده هيبقى سبب رئيسي ان انت خرجك من الشوشرة اللي انت فيها. انتوا كمان عمالين تسعوا بأي طريقة. بسم الله ما شاء الله عليكم، ابتسامتكم جميلة جدا، حياتكم بريئة، ففي هنا خروج من مشكلة كبيرة على كتفكم. انتوا قررتوا ان انتوا تتغيروا للصح، قررتوا ان انتوا تبعدوا وتاخدوا طاقة تانية مختلفة. ناس دخلوا بيوتكم خربوها ودمروها، حاليا مازالت يعني حاليا انتوا مازال بتعانوا من الناس اللي دخلت دي وخلتكم خدتوا قرار. في غيرة وفي حقد عليكم بسبب ان انتوا براءة، دايما كده حياتكم بريئة، دايما بتتعاملوا بمحبة وبطاقة ايجابية. ألم في الكتف غير طبيعي، وأحلامكم خايفين منها رغم إن عندكم لقاء حلو وعندكم يعني احتفال بعيد ميلاد، احتفال بحد هيبقى فيها فرحة، ممكن كمان لقاء طاقة إيجابية، اللقاء ده هيكون حلو قوي، أو هتشوفوا حد بعيد عنكم بقالكم مدة، بقالكم غياب في حاجات كتيرة. مين الشخص اللي كان متعدد العلاقات اللي عندكم وخلاكم فقدتوا أملكم في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا خلاص الدنيا بدأت تتظبط، بس انتوا في طاقة هنا مؤثرة عليكم من الشخص ده، يعني انتوا في حد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على طول. الألم اللي في راسه والألم اللي في الظهر هيخف بإذن الله، بإذن الله هيخف وهيكون في تواصل حلو. العاطفة عندك فيها تحسن بنسبة 90%، علشان الوضع اللي انت فيه تعبك. اي نعم محتار في الحياة العاطفية ما بين اتنين او ما بين حد ومش عارف تاخد القرار، وفي مشكلة عمالة تواجهك، بس في طاقة فرج رغم ان في شوية ألم وشوية حيرة وشوية خنقة، بس بإذن الله كل حاجة هتعدي. ممكن كمان انتوا تكونوا خايفين من حد معين في حياتكم، الحد ده واقف بينكم ما بين تحقيق الحلم، وهيبقى فيك طاقة تانية مختلفة. انتوا في تعليق مع حد متعلق بيكم او انتوا متعلقين بحد، والحد ده يعني كده هو فعلا بيحبكم قوي، وفي امور حلوة، في تقديم على طلب او تقديم على وظيفة او تقديم على شهادة، الله اعلم انتم هتقدموا على حاجة الفترة اللي جاية. في عندكم حرف الحاء، حرف النون، حرف الالف، حرف الميم، حرف السين، دول موجودين في حياتكم الحروف دي، في كلام ما بينكم، في حاجة تخصهم. انتوا ساكتين اليومين دول بسبب حد كده بيتكلم عنك، او حد بيتكلم مش بي... حد بيتكلم عنك وانت مش متوقع ان الشخص، انت بتقول ازاي انا كنت مغفل، ازاي انا كنت ساكت وكنت مآمن للشخص ده والشخص ده هو اللي بيطعني وهو اللي بيغزلني. خطوبة هتكمل مع حد من ابراج نارية، وهتكونوا مبسوطين جدا رغم الأذى اللي عليكم والفشل، بس هيكون في طاقة تانية مختلفة. الوقت ده خلاص بدأت الدنيا تتغير عندكم، بدأت الحياة تبقى فيها أشكال مختلفة، والشخص اللي كسرك وظلمك اللهم يا شماتة، بس هتشوف قد ايه حكم ربنا عليك كبيرة. انت عايش في عيشة وكأنك مش عايش، عايش في دوامة، عايش في
يعني حتى اللقمة مش متهني بيها اللي بتنزل معدتك، بتتعذب، وده كله من المقربين ليك، المقربين حاطينك في بالهم وبيحقدوا عليك بكل الطرق، رغم ان انت هنا بص عملت كتير جدا من اجلهم ووقفت، بس انت ليل ونهار بتعيط على حد سابك فجأة او على حد اتفاجئت بعدانه عنك، خليك سكت، خلاك خلاص. وزي ما قلت لك ان الطرف التاني اللي بيتدخل في حياتك ده اذيه، وهو سبب الهم اللي انت شايله لوحدك والوجع اللي انت مش قادر تستحمله. طيب هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتستغفروا ربنا وهتاخدوا قرار حاسم، وهتقرروا ان انتوا يكون في عدالة في حياتكم بمشيئة الله سبحان الله وتعالى. وفي مشروع هتدخلوا فيه، المشروع ده هينجح، في حد وقعكم في خطيئة كان دايما بيرسم عليكم الحب والحنان والطاقة الإيجابية، وما توقعتوش ان الخذلان يجيلكم من الشخص ده. كمان هنا يعني في حاجة ضايعة منكم عمالين تدوروا عليها بكل الطرق ومش عارفين، او مش عارفين تلاقوها، في بلوك بينك وما بين برج العقرب هيتفك الفترة دي وهيبقى في كلام. في حد فعلا بيقول عليكم ان انتوا طيبين جدا، ان انتوا تستاهلوا حياة احسن من كده، بس مش بايده حاجة او مش بايدها حاجة ان هي تساعدكم في اي حاجة، والحد اللي بيدبر لكم مقيدة من غير اي سبب هتتقلب ضده وهتشوفوا وهتتفرجوا، انتوا بس الفترة دي هتقعدوا تتفرجوا. في حد مريض عندكم وانتوا ليل ونهار زعلانين عليه وبتعيطوا عليه بسبب الطاقة اللي انتوا فيها. في حد كمان بيقلدكم، يعني هنا حد بيقلدكم بأي طريقة، اتحطيتوا في موضوع والموضوع اللي انتوا اتحطيتوا فيه ده قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعافروا، هتثبتوا براءتكم بنفسكم، هتاخدوا حقكم تالت ومتلت، وهتتكلموا بطاقة مختلفة. انتوا مش عايزين تقنعوا اي حد، بس انتوا هتقنعوا نفسكم، بس عايزاكم دايما تخلوا بالكم ان انت عندك خبر حلو وكمان عندك خروج من طاقة سلبية، وهتعرف مين اللي عمال يأذي فيك ويقول عليك كلام سلبي. كمان الشريك عندك في ضغوط نفسية في شغله او في حياته، او هو حيران، او هو كاره حاجة معينة عنده. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم هنا في طاقة تانية مختلفة، الطاقة دي هتبقى حب ليكم، وهتبقى امور تجديد، او هتبقى طاقة مختلفة لشغلكم او لحياتكم بشكل كبير او بشكل ايجابي. هنا كمان الوضع اللي بالكم مشغول بيه بقالكم مدة هيبقى فيه تفوق وهيبقى فيه نجاح، انتوا مزدهرين بأفعالكم. كمان انتوا هنا ناويين تقسموا حاجة على جزئين او حاجة على حاجتين، هتقسموا لإما علاقة لإما تقسموا امور. رقم 7 ده مميز جدا بالنسبة لكم، وده بيبقى ممكن يبقى طريق انتصار او طريق نجاح عندكم. طيب قولوا لي بقى الألم اللي بتحسوه، او انتوا البعض منكم عنده عرق نساء، عنده مشاكل نسائية، الألم ده لسه مازال موجود، لسه بتعانوا منه، لسه في حيرة وضغوط نفسية بسبب ألم عندكم. الفترة اللي جاية دي انت هتكتشفوا حاجة وهتحسوا ان هي دي ربنا جات لكم في وقتها بسبب الاكتشاف، وهتقولوا خلاص خرجوا بره حياتي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مش هتزعلوا عليهم، مش هتزعلوا على الكشف اللي انتوا هتكتشفوه، بالعكس ده انتوا هتحسوا ان ربنا نجاكم وربنا بيحبكم، اكرمكم من حيث لا تحتسب بسبب الذل والخيانة اللي انتوا بتشوفوه في حياتكم. كمان انت هنا عندكم فترة
فيها تقلب المزاج الفترة دي، مع تقلب المزاج هتاخدوا قرار حاسم. أجمل ما فيكم عيونكم، دايما عيونكم بريئة، دايما عيونكم جميلة، رغم انه اذكياء، الذكاء اللي عندكم خارقي، وبتفهموا على طول، مجرد ما حد كده بتبصوا في عينه بتعرفوا، بتعرفوا مين بيأذيكم ومين بيحبكم، بس بتعملوا نفسكم مش عارفين اي حاجة. اشخاص مميزين بحاجات كتيرة جدا، مميزين بثقافتهم، برشاقتكم، بطاقتكم، بحاجات مميزة عندكم. في حد عندك او في حد عينه عليك في الرايحة وفي الجاية، مركز معاك قوي وبيراقبك من تحت لتحت، ومش عايز يبين لك ان هو بيراقبك او حطك في دماغه، وعشان كده انت محتاج صبر الفترة دي، ومحتاج تغيير. وممكن كمان البعض منكم بأي طريقة عايز يسافر حتى يغير جو. بصوا هنا، بسم الله كمان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تفاؤل حلو بسبب الفلوس اللي جايه لك، اللي هتعمل بيها كذا حاجة من بعد الضيق والخنقة. خليكم زي ما انتوا أقوياء، وما تسمعوش كلام أي حد في حياتكم. ولو حد بيتدخل في حياتك ما بينك وما بين الشريك، ارمي ورا ظهرك وما تستناش حاجة من حد. عندك جمال في حياتك وتمييز حلو، هتكون مميز، وهتكون في دخول لأشخاص هيدعموك وهيقفوا في حاجات كتيرة جدا تخص نجاحك. انتوا دايما معرضين للاستغلال بسبب طيبة قلبكم وبسبب حبكم الزايد للأشخاص المقربين عندكم. البعض منكم بيحلم بالتعبين، البعض منكم بيحلم بأحلام مزعجة وخايف ومش عارف يفسرها، رغم ان عندكم علاقة انجز فيها انجذاب كده، وفيها طاقة ايجابية وفي فرج. انتوا ما بتحبوش اللي يسيطر عليكم بالشكل السلبي، بتحبوا تعيشوا الحياة ببساطة، بتعيشوا الحياة كده بشكل مختلف، وعشان كده دايما بتحاولوا ان انتوا تقفوا على ارض صلبة، وبتحاولوا ان انتوا تشوفوا حياتكم بشكل مختلف. بس عندكم حسد شديد، والحسد الشديد ده هو اللي عامل لكم كاريزمتكم الفترة دي، مخليكم بتعانوا من حاجات مضايقاكم، حاجات خانقاكم، الله اعلم. السر اللي هينكشف عندكم ده بعد كام يوم هيفرحكم قوي، وهيكون ليكم فرج بإذن الله من بعد الضيق والخنقة اللي موجودة في حياتكم. كمان انتوا محتاجين ترتاحوا، ومحتاجين تغيروا جو، علشان انتوا داخلين في طاقات سلبية، فلازم تغيروا جو أول بأول. للمنفصلين، انتوا عندكم رجوع أو عندكم خبر حلو. حاليا انتوا ممكن تكونوا في الوقت اللي انتوا فيه ده بتمروا بفترة صعبة، فترة فيها شوية ألم، شوية حيرة، شوية خذلان، صدمات، بس عندكم انفراجة وتعويض من عند ربنا. بلاش تقولوا احنا فقدنا الثقة في ناس كتيرة جدا، خصوصا الفترة دي من الناس المزيفة. فقدتوا فعلا السيطرة على نفسكم، وفقدتوا اصلا الثقة في ناس موجودة في المحيط بتاعتكم، وعشان كده دايما الدموع على خدكم، رغم ان عندكم كتلة من الهموم، بس دايما دموعكم على وشكم على طول بسبب الحقد بتاع الناس والغل. بس ما شاء الله عليكم، انتوا هتكونوا منتصرين الفترة دي، وهتخرجوا من المحنة والضيقة اللي عاملة لكم الأزمة، أو اللي عاملة لكم بمعنى أصح الصدمة. انتوا طال انتظاركم في حاجات كتيرة جدا، فقررتوا ان انتوا تطلعوا لفوق. رقم 7 ده بيميز لكم خبر حلو، أو بيميز لكم طاقة إيجابية أو طاقة تانية مختلفة، الله أعلم. كمان أقدر أبشركم ان انتوا يعني ممكن تفعلوا أشياء جديدة، تتخطوا حاجات جديدة. انتوا عايزين تسافروا، عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه، عايزين تعملوا حاجات جديدة وحاجات مختلفة. تعبتوا من النميمة وتعبتوا من المشاكل، مريتوا بأكتر من أزمة نفسية، قررتوا ان انتوا تطلعوا من الأحلام اللي انتوا فيها بتاعت الأوهام، قررتوا ان انتوا تشتغلوا على المجال بتاعكم اللي انتوا شايفينه. وعشان كده البعض منكم عمل فحوصات، انتوا عندكم ضربات قلب سريعة، وجع في الرجلين، وجع في الظهر من غير اي سبب، وده بسبب الحسد والحقد اللي في اذى الناس المقربين ليكم. في شوية ذكريات، شوية الذكريات دول مؤلمين جدا ليكم، مضايقينكم، تعبينكم، في صلة في الذكريات عندكم، او الماضي بتحاولوا ترموه.
طيب انتوا الفترة دي في حاجة مغمية عليكم، في حاجة انتوا مش شايفينها او مش عارفين حتى تفتحوا عينكم عليها. بطنكم بتوجعكم، عندكم انتفاخ في البطن او القولون العصبي بسبب اللي انتوا بتمروا بيه او الظروف اللي انتوا فيها. كمان بسم الله هنا ما شاء الله عليكم، انتوا دايما بتقولوا يا رب كرمنا من حيث لا تحتسب. عندكم دعاوي حلوة جدا، وعشان كده عندكم طاقة، عندكم ست كبيرة بتدعي لكم. الست الكبيرة دي دايما بتحبكم فعلا. انتوا مشكلتكم ان انتوا بتقفوا جنب الناس بس مفيش حد بيقف جنبكم. عندك باب هيتفتح في وشكم الفترة دي، الباب ده كله خير وطاقة إيجابية وفرج ليكم ولحياتكم. كمان انتوا هنا في ناس بتحاول ان هي يعني تشتغل معاكم، تتحاول ان هي تعمل حاجة تساعدكم، الله أعلم. عندكم ست شريرة، ست الشريرة دي حقودة جواها غير، جواها غير كده ومش كويسة. رغم ان انتوا عندكم نظرة تفاؤل في المستقبل، خلوا بالكم عندكم نظرة خير. عندكم ست هنا قصيرة وتخينة، الست دي حقودة وهي الشريرة ومش حبالكم الخير ابدا. كمان انتوا بتحاولوا تطلعوا من الحاجات الصعبة اللي انتوا بتمروا بيها. انتوا دايما متألقين بس صراحتكم بتوقعكم في مشاكل. في هنا مكالمة مستنيينها بكل المواضيع، مستنيين المكالمة دي او مستنيين اللقاء او مستنيين البلوك يتفك، الله اعلم. في حاجة انتوا مستنيينها بقدر المستطاع بتفكروا فيها امتى تحصل. والصداع اللي جاي لكم من غير اي سبب ورغم ان انتوا خدتوا علاج ومفيش فايدة، الصداع ده صداع مزمن وده بسبب الحسد الشديد. ولو انتوا عندكم اكتر من علاقة لازم فورا تصفوا حساباتكم، علشان انتوا اللي بتتعبوا والتعب باين عليكم. انتوا اللي مخذولين، انتوا اللي مطعونين، انتوا اللي شايلين هم الدنيا، شايلين هموم فوق كتفكم. فلازم باسرع وقت تطلعوا من اي طاقة سلبية ومن اي ضغوط نفسية وتبصوا لحياتكم بشكل ايجابي. واي كسرة قلب ارموها ورا ظهركم، حاولوا تعالجوا جروحكم وتلموا نفسكم كده اول باول في اي جرح وفي اي اذى. وما تشمتوش حد فيكم علشان ما زالت الناس موجودة عايزة تشمت فيكم. انتوا خلاص طفحتوا الكوتة بمعنى اصح، ما بقيتوش مستحملوا ضغوط نفسية والدايرة لسه مقفولة في وشكم، او لسه مقفول، لسه انتوا فيها، لسه ما خرجتوش، بس انتوا على بر الامان بتحاولوا تطلعوا بس ما زالت موجودة. وده بسبب الضغوط او بسبب ان انتوا في علاقة سامة، علاقة نرجسية، علاقة واخدة كل الطاقة بتاعتكم وكل الامور اللي مضايقاكم. كده نكون خلصت استخارتنا لمجموعة رقم 2. يا رب استخارتنا تكون عجبتكم. مجموعة رقم 1 يلا انزلوا باللايك، مجموعة رقم 2 انزلوا باللايك وقولولي كنت انهي مجموعة رقم 1 ولا مجموعة رقم 2 ولا كنت انهي اصحاب الشمعة. تحياتي لكم وانتظروا مني قراءات جديدة الفترة اللي جاية.